لو انت ساكن في البلكونتين اللي انت شفتهم دول مروا عليك بسرعه، بس من حوالي اكتر من 80 سنه كنت كل يوم هتلاقي في الشارع ده فريد الأطرش وفريد شوقي وشادية ويوسف شاهين، كل النجوم كانوا بيجوا هنا في الحتة دي. احنا في الفجالة، والبيت ده تحديدا اتصور فيه يعني عشرات الأفلام، مش هقول من أشهرهم لكن منهم اللي احنا حافظينه صم. يعني في بيتنا رجل عمر الشريف وزبيدة وعم حسين رياض ورشدي أباظة وحسن يوسف، كل دول كانوا في بيتنا رجل. احنا في شارع اسمه شارع المهراني، على اليمين كده كان هنا ده المكان اللي اتصور فيه عشرات الافلام المهمه. الشباب هنا والناس عاملين حاجه لطيفه جدا. انت تشوف هنا محمد رضا الله يرحمهم جميعا، فؤاد المهندس، الصورة دي مش واضحة بالنسبة لي، ده وحيد سيف، وطول ما احنا ماشيين في الشارع الشباب معلقين افيشات وراسمين حاجات زي ما انتم شايفين للأفلام القديمة، لأن هنا كان استوديو نصبيان. عمك الخواجة نصبيان ده كان راجل أرمني، فهم الحكاية من الأول، قال لك السينما دي هتمشي كويس أوي، وكان بيحب الفن، فعمل استوديو من اوائل الاستوديوهات، مش من اول لان استوديو مصر هو الاستوديو الاساسي، انما كان عندنا استوديو مصر واستوديو نصبيان واستوديو جلال والنحاس وعندنا استوديوهات، لكن ده من الاوائل اللي عملوا الاستوديوهات في مصر. شوف بقى هو الاستوديو ده اشتغل بكثافه، هو يعني انشاؤه في الغالب قبل الاربعينات بشويه، قبل 1937 38، واشتغل كويس قوي لغايه انتهاء الحرب العالميه الثانيه، وبعد كده انتشرت بقى السينما في الاستوديوهات الثانيه، وبعدين الاستوديو تحول الى يعني الناس سابوه وبقى خرابه. وعمك طبعا نصبيان خواجه نصبيان اول ما قامت الثوره فلزع وطار على بره، وثوره يوليو 52، وبعدين اظن ان الورثه باعوه، وليه قصه جميله جدا. بس الالطف في الحكايه كلها او الحكايه بتنتهي نهايه لطيفه، ان هم ما بقاش استوديو لكن بقى مسرح. مسرح فيه حاجات حلوه جدا بتتقدم. ازاي المكان ده؟ شوفوا انت الشارع، بص احنا في الفجاله، ده حي طبعا فيه يعني محلات كتيره وبتاع، لكن الشارع تحس ان انت في حته تانيه، مع انك تخرج كده تلاقي الاسواق بتاعت الفجاله بقى بتاعت الادوات الصحيه والكتب والحاجات دي كلها. شوف مخليني الشارع زي الفل، هو كده على طول، هو كده على طول. وحتى بتاعت اللي بيحطوا فيها الزباله رسمين عليها، وعلى فكره هم سايبين الحاجه زي ما هي. الجمال مش ضروري يبقى في انك تبيض وتعمل حيطه وبتاع، ده في حد ذاته فيه جمال. شوف كده، بص حاجات طبعا محتاجه يعني الفكره ممتازه، لكن محتاجه هنا ربركات اخواته البنات محمد عوض مجد الخطيب وحيد سيف امينه رزق، ديكور داخلي وخارجي. محمد عوض ده نفس الفيلم. هنشوف ايه هنا تاني؟ ده ملاك الرحمه، يوسف وهبي، فاتن حمامه، رأي ابراهيم، سراج منير، حاجات في بيتنا رجل، زبيدة ثروة، عمر الشريف، رشدي أباظة، فين حسن يوسف يا عم؟ فين حسين رياض يا عم الحاج؟ إسماعيل ياسين أهو، بحبوحة فندي، خرج عمك يوسف معلوف، إسماعيل ياسين، زهرة العلا، فؤاد شفيق، أهو إسماعيل ياسين فوق أهو معاه عمك رياض الأصبجي والست زهرة العلا. ودي صورة هي طبعا كانت في فيلم، لكن هي كانت واقع. تعرفين طبعا كلكم ان الست ليلى مراد جوزت عمك انور وجدي. الست ليلى مراد كانت بتاخد اكبر اجر في تاريخ السينما، كانت بتاخد 12000 جنيه في الفيلم، وكان فريد شوقي ياخد 1000 2000، وانور وجدي، انما هي لوحدها بس
لوحدها ده كان اجر ما حدش خده خالص الفتره دي، 12,000 جنيه، وده كان رقم فلكي يعني. ما خدوش على فكره، ما خدتوش ام كلثوم لما مثلت، يعني ام كلثوم ما وصلتش الاجر ده، لان ليلى مراد كانت ممثله جميله وبتعمل افلام حلوه جدا وكانت سيده جميله جدا. بس يا سيدي هنخش بقى نحكي لكم حكايه استوديو نصيب. اما العماره دي بقى عندك صوره فريد الاطرش، يا سلام، ملك العود وملك الادب والرقه. كل من التقى بفريد الاطرش ما بيترددش ابدا، يقول لك ان هو كان رجل عظيم ومؤدب وكريم وجدع. وبعدين نقول ان هو ملك العود دي ما حدش يقدر يتكلم فيها، انما كل اللي اتعاملوا معاه، وده طبعا فيلم بتاع شاديه، ده فيلم حبيبي انت حبيبي، ده عمله يوسف شاهين. الصوره ديت يا جماعه، ده في الاغنيه الشهيره بين فريد شوقي، فريد الاطرش وشاديه. وهنا لو تفتكروا لما نزل عمر الشريف وحسين رياض مرضيش يقعدوا عنده في البيت، فنزل وقف على الباب ده عمر الشريف بيشوف الجو ايه. فحسين رياض تراجع وقال له يا مش عارف كان اسمه ايه، حسن يوسف، انزل انده له يا ابني. فنزل لحقه من على الباب ده. فمن 80 سنه كانت المنطقه دي زاخره بالفنانين، ودلوقتي هي زاخره بعطر جميل جدا. مش ممكن تبقى في شارع المهراني وما تقابلش عمك شعبان ملك الميكانيكا واللازم منه، لكنه موجود هنا من الخمسينات، يعني حضر تصوير فيلم في بيتنا رجل. صباح الفل يا عم شعبان. صباح الفل، ازي صحتك؟ اتفضل. قال لك عم شعبان حضر فيلم، تصوير فيلم في بيتنا رجل، صحيح؟ بيتنا رجل. كان عندك كم سنه؟ كنت صغير. كنت صغير صحيح. شفت عمر الشريف؟ عمر الشريف، وزبيدة ثروت، حسن يوسف. لا اهم حاجه، اهم من ده كله زبيدة ثروت. ايوه وزبيدة ثروت. ماشي. وحسين رياض. سلام. ماشي. ورشدي اباظه. ورشدي اباظه. صوروا في البيت ده مش كده؟ واقف هنا كان لما كان في عمود نور هنا وهينزل عشان يعمل حذاء. ماشي. لما كان طالع بقى على اساس بيبص على اساس يرشد وكده. والعربيه داخله وهم صوروا بقى الداخلي كله هنا في الاستوديو. ولا لا 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 بيتنا رجل اتاخد من هنا وبعد اجزاء جوه الاستوديو. انا بقول الداخلي بتاعه يعني الحاجات اللي انما اللي اتصور جوه الاستوديو مثلا مولد يا دنيا. طبعا عبد الفرادي ومحمود ياسين ومحمود ياسين ومدبولي ومدبولي. ماشي. هنا انت فتحت محلاتك هنا 59. كان الاستوديو شغال. كان الاستوديو شغال وشغال زي الفل. بس كان نصيبيان مشي. نصيبيان مشي شغال الاستوديو، سيادتك شغال في المدير بتاع نصيبيان. نصيبيان ده مشي ورجع بعد كده على ايام السادات. رجع تاني. رجع تاني. يعني هو لما سافر بعد الثوره الاستوديو كان شغال. رجع تاني وشغال الاستوديو ورجع تاني، باع الارض بقى والاستوديو. مشي بقى خلاص. وخد فلوسه ومشي. ده كان الكلام ده ايام السادات. ما اشتغلش الاستوديو تاني. لا اشتغل، عمل بعد كده مولد يا دنيا. ماشي. كان اجره مصطفى مو جوز نبيله السيد. الله يرحمها ست نبيله. السلام. ومصطفى مو كمان الله يرحمه. الله يرحمه. عمل فيه مولد يا دنيا. ماشي. هنا بيتنا رجل بتاع ده موظفين. لا. في الارض. موظفين في الارض شوقي. فريد شوقي. هنا عماد حمدي ابو العروسه. ابو العروسه. العماره دي اللي طلع فيها ونزل عماد حمدي. مع تحيه كاريوكا وهنا كان في السور الحديد. لما لما هيجوا على اساس فاهم ان هو جايين عشان مختلس وبتاع. ايوه هو كان الراجل جايب له هديه. مظبوط. للفرح. هنا حسن بيه الغلبان، مطرح المكتب كده. صوروا هنا. جوه هنا. يعني كان الشارع كله بيصور. المكان اللي جنبي ده كان مكان مفضل للتصوير لجميع الافلام، الفيلا اللي جنبي. ماشي. وما زال صورها بره على الشارع على الحيطان. الفيلا اللي اتهدت دي؟ دي كانت فيلا. دي كانت فيلا. صوروا فيها افلام كتير. كل جميع انواع الافلام. اخواتي البنات، حسن بيه الغلبان، بيتنا رجل. يعني كانت الفيلا للتصوير ما فيهاش سكان. لا فيها خواجات. بيأجروها. ما بيأجروهاش. ده كان في زمان ما فيش ايجارات، في محبة. كده. ويستعملوا المكان وكلام من ده وكل حاجة.
وكانت الواجهه بقى باينه، بيخشوا وبيطلعوا من السلم جانبي. طب مين بقى اللي كانوا بيعدوا من هنا بعربياتهم وبيركنوا عربياتهم هنا انت تفتكرهم بقى من نجومنا اللي بنحبهم؟ لا كلهم لا لا الممثلين كلهم القدام. عبد المنعم مدبولي كان يجي هنا، بيجي هنا راكب 1100 المليجي يا سيدي يا سيدي تاني اللي كل القدام. حد فيهم كان بيتصلح له عربيته ولا حاجه؟ انا كلهم بيصلحوا عندي. كلهم بيصلحوا عندك؟ ومعظم المنتجين اللي كانوا بيجوا فبيخشوا الاستوديو. يسيب لك العربيه؟ لا يخش المكتب عندي يجهز القبض بتاع الكومبارس على قبض برضه محبه كده، محبه، ويسيب الشنطه عشان ما يروحش ويجي بيها، شنطة الفلوس يسيبها عند شعبان تحت المكان تحت المكتب. ولما يجي تاني هيقبض بنفس القصه تاني. ماشي. يعني انت كنت بتشتغل معاهم كده محبه؟ لا محبه وفي شغل بينا يعني. في كان عندي عمال كتير جدا. العمال دي كلها بتتحسب على الفيلم. طب انت ما مثلتش ليه؟ لا انا يعني زي ما تقول يعني هم كانوا بيحتاجوا اكيد ادوار صغيره كده. لا وعاملين ادوار واصحابك وانا كلهم. في اتنين ثلاثه مثلا وحيد سيف لما هيخش في وهو داخل هنا كنت انا قاعد على الباب هنا. برضه خدت لك شوط كده. كام شوط بس انا مش غاوي دي. مش غاويها. طول عمري يعني. انا من اول شقاق فؤاد المهندس بتاع كلام من حتى بيوتهم داخلها. يعني انا دخلت بيت شقاق، بيت فؤاد المهندس، امه شقاق، اخت شقاق، شريفه اخت شقاق. ربنا يديها الصحه نجمتنا الجميله شقاق يعني. كانوا كلهم بصراحه ناس كانوا محترمين. ماشي. هنا بقى حسن يوسف ده جايبين له تونس 17 275 جنيه. تونس 17 مع انه كان نجم حسن يوسف. لا كان اياميها لسه كان ربنا يديله الصحه طبعا. عمنا حسن يوسف كان لسه صغير. خلي بالك كان في هنا التونس دي كانت عربيه حلوه زمان يعني، مش عربيه اي كلام، مش اي حد يركبها. على التونس شيفروليه كانها عربيه كان شكلها جميل. كل الممثلين اللي هم حاليا الاباطره كل دول كانوا بيجوا هنا عشان دور كومبارس. دور بس. دور كومبارس. ماشي. انما بقى العتاوله الناس الكبار اللي انت شايفهم على الافلام، فؤاد المهندس ومحمد رضا هنا لما هيقفل على محمد رضا وفؤاد المهندس طبعا كان شخصيات جميله قوي. هيقفل عليك الكبوت بتاع العربيه اللي فيها 1400 دي بتاعت مين؟ بتاعت الورشه كانت فيها 1400. على اساس هو بيصلح فيها وفؤاد المهندس هيقفل على ايه؟ على ايده، على دماغه، على دماغه كله. هنا كنت لما ترمي سجاره، سجاره مش ابره، اسمعني. ماشي. كل ستاف كان نضيف بالرغم ان احنا غيرش وكلام من ده، انما في شغل، انما في في شغل عندنا، انما في محافظه على بعضينا. يعني من غير ما اقول لك كنا بيقفلوا شويه يعني بتاع شويه. لا 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 لا. ولما حصل الحرب وكلام من ده دخلنا فتحنا الباب واستعملنا جوه الاستديو كشغل، بنشتغل فيه عربيات من جوه بقى. محبه بركات كان حبيبي. لا مخرجنا الكبير كان حبيبي. يعني يبقى انت شفت فاتح الحمامه بقى. وشفت طبعا فاتح الحمامه. يا سلام. ما دام شفت بركات يبقى شفت فاتح الحمامه. حبيبي كان بركات. ماشي. والضحكه وبتاع طول النهار احنا هنا كنا داخلين على بعضينا زي بيت واحد. حتى السكان يعني حتى السكان كان كاننا بيت واحد. كله مترتب. كان في ترتيب، مفيش همجيه. ماشي. ده اخر حاجه ده اخواتي البنات. العربيه الفئات البلدي دي بتاع محمد عوض كانوا 2 و4. انا اللي عامل له لما يقفل باب يفتح باب. عامل له حركه كده. سلك. يروح ده يفتح التاني يشد. ده يقفل ده انت يشد. انت اللي عملتها. عندي الاذى بتاع اول ما طلعت الكاميرات. كان زمان الكاميرات بتمشي دلوقتي مش زي دلوقتي على قضيب وكهرباء وكده. لا دي كان عازق تحط عليه الكاميرات وحبل من تحت يتشد بالكاميرات بالفوق التصوير اللي قاعدين على الازق والكلام ده. ما زال عندي الازق دوت. انا شفته بس كانوا بيعملوه ده في المشاهد المتحركه يعني هو ماشي. لا ما هو جوه هنا كدا. جوه. المشاهد المتحركه كانت بتتعمل جوه. والباب كان باب خشب بيتعمل ده كان باب السجن. طلعوه كان طالع من ايه؟ من السجن وكلام من بيعملوا كل حاجه في نفس المكان. في نفس المكان. حتى لما بيخلص خالص 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 التصوير اللي على الناصيه دوت اللي هو المسرح حاليا
ده كان بتاع التحميض والتصوير وكلام كان في معمل معمل ما فيش حاجه بتخرج بره، وكان اعتقد كان في قاعه مونتاج كمان كل حاجه يعني مفيش. الفيلم يتصور ويتمنتج ويتطبع كله هنا وكل عرض كل حاجه جوه. كانوا بعد ما يخلصوا الفيلم يعرضوه هنا برضو جوه، كنت تخش تتفرج معاهم، كانوا يندهوا لك ساعات تتفرج على الفيلم ماشي. لا انا كان في محبه جامده بيني وبينهم صراحه، وهم كانوا كويسين يعني، كانوا ناس صحيح في ظرف ماشي. وبعدين الحمد لله مفيش كبر ولا بتاع لا 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 مفيش كبر. هو بس موقف في بيتنا رجل ايه في موظفين في الارض، موظفين ولا بيتنا رجل؟ موظفين في الارض. طيب ماله ده؟ ده فريق شوقي. كان دخل فريق شوقي جوه عندي في الورشه الثانيه، في شاي عندي محطوط، اشرب الشاي ده اتفضل. فالكمبارس خد الكوبايه راح ماسح الايه مطرحي كده قلت له اغني الكوبايه دي، راح مغني رحت اطلع بره للكمبارس فريد شوقي يقوم اطلع بره، قال لي معلش انا مش ده فريد انا تبعك مش تبعه. ده كان جميل فريد شوقي ده، مش تبعه اسطوره. قلت له ماشي يا عم خد بالك. فكان كده يعني انما لا ناكل سوا وبنشرب سوا، والعمال كانت مبسوطه جدا لان العمال دايما كان في الواجبات بتاعت الاكل حتى بتاعت الممثلين والكومبارس، لا كان بيجي لهم واجبات معاهم بيجيبوا معاهم ممكن الممثل يجيب من بيته، ممكن المنتج لا يجيب لا الغداء. كل الاكل والشرب للممثلين على المنتج تمام. في ممثلين ساعات يحبوا ياكلوا لا بيته. مصروفات كلها حال المطور بتاع محمود ياسين بتاع العربيه الفيجا لما كان بيعمل مولد يا دنيا يعني لان كان عنده الزيت بيخور على طول، فقلنا له ايه ده؟ قال لي ده انا بقى مش بص الجوالين سيب العربيه. عملنا له الايه؟ صلحتها له، عملنا له طلعنا الموتور، عملنا له العيب اللي فيها. لا ربنا يديله الصحه محمود ياسين. شكرا يا عم شعبان، نهارك زي الفل، اتشرفنا بيك، نهارك ابدا، نهارك زي الفل. حاجه كلكم بقى الله يكرمك، اجيب لي سيادتك قهوه الله يكرمك.